هل يستطيع البشر أن يخلقوا ذبابة؟ لنتعرف أولاً جسم الذبابة كما يصفه لنا علم الحشرات الحديث. يتكون جسمها من رأس وصدر وبطن تغطيه حلقات من الزغب الكثيف وثلاثة أزواج من الأرجل وبأقدام كالأخفاف، تفرز مواد لاصقة تيسر للذبابة الالتصاق بأي سطح في أي وضع. ويحتوي جسمها على أكثر من مليون خلية عصبية مختصة بتحركات تلك الحشرة الضعيفة المطلوبة، وترتبط الخلايا بثمانية وثلاثين زوجاً من العضلات، منها 17 زوجاً لحركة الجناحين وإحدى وعشرون لحركات الرأس. أما إبصارها فيتم من خلال زوج من العيون المركبة، تتكون الواحدة منها من 6000 عين صغيرة سداسية الشكل، تتصل بكل عين منها 8 خيوط عصبية مستقبلة للضوء، بما مجموعه 48,000 خيط عصبي للعين الواحدة، ولذا يمكنها معالجة 100 صورة في الثانية الواحدة. وفي ذروة التقدم العلمي الذي نشهده، يعجز الإنسان الطالب الضعيف هنا عن خلق خلية واحدة حية، فما بال خلق ذبابة من بين 100,000 نوع من الذباب، يشتمل كل نوع منه على بلايين الذباب. العلم يخبرنا أن الذباب عندما يحط على مادة سائلة سلب قطرة منها، فإنه يوصلها على الفور إلى جهازه الهضمي فيمتصها ويحولها إلى جهازه الدوري ومنه إلى مختلف خلاياه، وإن حط على مادة صلبة فإنه يصب عليها لعابه وعصائر معدته الهاضمة فيذيبها على الفور، ويتحول جزء مما استلبه إلى طاقة وجزء آخر إلى مكونات الخلايا والأنسجة وإلى عدد من المركبات العضوية، ويتحول الباقي إلى فضلات تتخلص منها الذبابة. فكيف سيسترد الطالب الضعيف ما سلبه منه المطلوب الضعيف أيضاً؟ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. تتجلى قدرة الله المبدعة في الخلق في أدق المخلوقات حجما، كما تتجلى في أكبرها وأعظمها. ضرب الله أمثلة بمخلوقات يراها الناس خاصة الكفار منهم، صغيرة حقيرة كالبعوض والذباب والعنكبوت والنحل والنمل، يرونها في حياتهم اليومية ولكنهم يجهلون قوة الإعجاز في خلقها، غير مدركين حقيقة أنه كلما صغر حجم المخلوق عظم إدراكنا لحجم الإعجاز الإلهي فيه. ضرب الله مثلا ببعوضة فما فوقها في الحجم أو في الضآلة. ماذا يخبرنا العلم اليوم عن البعوضة؟ يتكون جسم البعوضة المتناهي في الصغر من رأس وصدر وبطن وثلاثة أزواج من الأرجل وزوج من الأجنحة الدقيقة القوية القادرة على مواصلة الخفق السريع بمعدل 600 خفقة في الثانية، ولها قرناء استشعار بالغة الحساسية. أما عين البعوضة فهي عين مركبة تتألف من مئات العيون الدقيقة المستقلة تشريحيا والمتكاملة وظيفيا، مما يعطيها قدرة هائلة على الرؤية بالليل والنهار في كل أطياف الضوء. وتتمتع البعوضة بجميع الأجهزة الحيوانية على الرغم من ضآلة حجمها. إن هذه الحشرة التي يراها المكابرون حشرة صغيرة حقيرة تصيب بالملاريا سنوياً 270 مليون إنسان في عالمنا اليوم، يتوفى منهم نحو 2,000,000 إنسان. ويسبق النص القرآني ما يؤكده علم الحشرات اليوم 1300 عام، حين يبرز الأهمية القصوى لأنثى البعوض بتخصيص المثل في الآية ببعوضة مفردة، مما يشير إلى عيش البعوض عيشة فردية فيما عدا مواسم التزاوج، وإلى تفرد الأنثى دون الذكر بالخطورة على صحة الإنسان، وهو ما لم يعرفه علم الحشرات إلا في عام 1900 للميلاد.